هذا دعاء خاص للمرحومة ابتسام عبد الرحيم سمراء الغامي، رحمها الله واسكنها فسيح جناته من الطيرة. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها، وقها فتنة القبر وعذاب النار. اللهم إنها كانت تشهد أنك أنت لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم بها. اللهم احمها تحت الأرض ولا واسترها يوم العرض، ولا تخزها يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله من قلب سليم. بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر. اللهم انقلها من مواطن الدود وضيق اللحود إلى جناتك جنات الخلود. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم اجزها عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا. اللهم إن كانت محسنة فزد من حسناتها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم انزلها منزل مباركة وأنت خير المنزلين. اللهم انزلها منازل الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.